الحمد لله الذي أمرنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والخلق العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا وسهلا بكم في قناتنا المتواضعة. يسعدنا وجودكم معنا ونشكركم على دعمكم المستمر. نسأل الله أن يجعل هذه اللحظات سبباً في زيادة الأجر ورفعة الدرجة، وأن يعمنا وإياكم بفضله ورحمته. لا تنسوا أن تضعوا ثقتكم بالله وتواصلوا معنا بمشاركة هذا الفيديو مع من تحبون. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. دعونا نتحدث اليوم عن موضوع هام ومؤثر في حياتنا اليومية، وهو علاج ضعف البصر وكل مشاكل العيون باستخدام القرآن الكريم. إن القرآن شفاء لما في الصدور كما هو معروف والأبدان، وفيه من الصور والآيات ما يحمل الشفاء للعيون والأبدان. سنبدأ بصورة عظيمة وهي صورة الفاتحة التي تعتبر أم الكتاب وشفاء للعديد من الأمراض بما في ذلك أمراض العيون. وقد ورد في الحديث النبوي الشريف أن الفاتحة هي شفاء ورحمة، ويمكن تلاوتها مع اليقين بأن الله هو الشافي. كذلك نذكر سورة يوسف التي تملك أسرارا عظيمة في الشفاء الروحي والجسدي بما في ذلك تقوية البصر وزيادة الإيمان بالله، وتعد هذه الصورة من أقوى الصور في جلب الراحة والشفاء، ويمكن تلاوتها بنية الشفاء وقراءة آياتها مع النفس في الماء أو الزيت بإذن الله. ولا ننسى أيضا آية الكرسي التي لها فضل عظيم في حماية الإنسان من الأمراض، وكذلك الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة حيث تعتبران من أقوى آيات القرآن في تقوية المناعة وحماية الجسد من الأذى. قراءة هذه الآيات يمكن أن تعود بالنفع على العين وتقويتها. طريقة العلاج بسيطة ومفعولها قوي جدا جدا، صدقوني إخواني أخواتي الكرام، وهي قراءة هذه الآيات وصور القرآن الكريم على الماء أو زيت الزيتون، وثم النفس فيهما وتدليك العينين برفق مع الإيمان القوي بأن الله هو الشافي. لذلك أرجو أن تتبعوا هذه الطريقة بإيمان وصدق، وتدعو الله أن يمنحكم الشفاء والعافية. لا تنسوا أن العلاج بالقرآن يتطلب اليقين التام بقدرة الله عز وجل على الشفاء. تحضير المياه والزيت للرقية. تحضير مياه طاهرة مع قليل من ماء الورد، وكذلك من الممكن أن يستخدم زيت الزيتون بنفس الطريقة، مع التنبيه بضرورة طهارة الماء والنفس والنية عند أداء هذا العمل. تقرأ سورة الفاتحة بصوت خاشع وهادئ 7 مرات، وانفث في الماء بعد القراءة، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الشفاء 7 مرات. الصلاة على النبي لها فضل عظيم في قضاء الحوائج وطلب الشفاء، وتصلي بهذه الصيغة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. تقرأ هذه الصلاة أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 7 مرات وانفث في الماء، ثم تقرأ آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة 21 مرة مع النفس في الماء في الأخير، ثم بعد ذلك تقرأ سورة يوسف 1 وتنفث كذلك في الماء. سورة يوسف من الصور العظيمة التي تحمل في طياتها أسرارا من اللطف الإلهي والصبر والفرج بعد الشدة، وقد أشار بعض العلماء إلى أنها لها تأثيرا خاصا في الشفاء وتهدئة النفس، خاصة فيما يتعلق بالهموم والأحزان التي تؤثر على الصحة الجسدية
والنفسية. ثم بعد ذلك تقرأ سورة الأعلى مرة واحدة على الماء وانفث في الماء. ونختم بالدعاء، فالدعاء هو الوسيلة المباشرة التي أمر الله بها عباده. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأن تشفيني من ضعف البصر وكل أمراض العين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ونعم المولى ونعم النصير. ونختم بالصلاة على النبي بنفس الطريقة 7 مرات. من الضروري الالتزام ببرنامج الرقية لمدة أسبوع، مع اليقين بأن الشفاء بيد الله وحده. وفي الختام نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم وأضاء قلوبكم بنور القرآن الكريم. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم الشفاء والعافية في الدنيا والآخرة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركوا هذه الرسالة الطيبة مع من تحبون، لعلها تكون سببا في شفاء وراحة قلوبهم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.